وللحديث حول إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة مجموعة من مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية وإشادات عدد من الأحزاب السياسية بالقرار، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس حزب الاتحاد السيد رضا صقر. سيد رضا، بعد التحية، كيف ترى إعلان الرئيس السيسي الخاص بمخرجات الحوار الوطني؟ أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين والمستمعين. طبعا هو السيد الرئيس استجابته السريعه دايما معانا منذ ان بدا الحوار الوطني هي ده عهده معانا، وبتعكس وفائه بتعهداته السابقه امام القوى الوطنيه والسياسيه وابناء الشعب المصري بانه سيستجيب لكل مخرجات الحوار الوطني في ضوء صلاحياته الدستوريه. وهو اعلن هذا في المؤتمر الشباب بالاسكندريه، وقال كل ما هو في صلاحياتي الدستوريه انا هوافق عليه، سواء من خلال اصدار قرارات تنفيذيه او بالتوجيه بتقديم تعديلات تشريعيه وتوجيهها الى مجلس النواب لمناقشتها واجراء هذا التعديل، باعتبار ان مجلس النواب هو المختص بتعديل التشريعات. حقيقي السيد الرئيس برضه استجابته بتحقق تطلعات الشارع السياسي. كمان اعطى الثقه كبيرة بنا كأطراف عمل سياسي، وهي كمان بتحقق تطلعات المصريين للإصلاح بوجه عام. السيد الرئيس عودنا على هذا، وده لأنه مصر بتمر حاليا بمنعطف جديد وتغيرات لم تشهدها مصر على مدار سنوات سابقة. بفضل الحوار الوطني اللي جاء بدعوة من السيد الرئيس وحرصه الشديد على التجاوب اللحظي والسريع معه، وهو لتحقيق اصلاح سياسي اللي بتشهده القوى الوطنيه والقوى السياسيه حاليا، السيد الرئيس تعهد بانه هو الضامن الوحيد لهذا الحوار والضامن لمخرجاته، والشعب المصري هو الرقيب علينا. وبالفعل السيد الرئيس كل فتره باستجابته السريعه لكل تحركات وكل مخرجات الحوار الوطني بتاكد جديه الحوار الوطني، وبتأكد أنه حوار حقيقي بين القوى السياسية وبين النخبة وبين المجتمع المدني وبين المثقفين وبين كل أطياف الشعب المختلفة. وحرص السيد الرئيس أنه في ظل هذه التحديات أن الحوار الوطني يكون له مخرجات تلبي احتياجات الشعب المصري وتكون قريبة من طموحاته. ونعم ليست هناك عصاية سحرية بنحقق بها المطالب، ولكن هناك جهد مبذول كبير من مجلس الأمناء ومن الأحزاب السياسية والقوى السياسية والمدنية المشاركة لإخراج هذا الحوار بهذا الشكل، وخروج مخرجات كثيرة تحقق طموحات الشعب المصري. وكل هذا السيد الرئيس بيسند كل هذا في الحوار الوطني باستجابته دايما السريعة وبتعهداته المستمرة بأنه هو الوحيد الضامن لهذا الحوار وتحت رعايتي، وده اللي جعل لهذا الحوار شكل قوي وشكل مؤسسي وشكل يليق بالدولة المصرية، وشكل يقول ان القيادة في الدولة المصرية مهتمية اهتمام شديد بان لا يكون هناك خلاف داخل الوطن، بان نتحد ونتوحد من اجل الدولة المصرية. وان السيد الرئيس ليس لديه مانع من اصدار اي قرارات في صلاحياته طالما تخص الدولة المصرية والمواطن المصري. فبعيدا عن مؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة بتعمل بجهد مشكورة عليه، ولكن السيد الرئيس أراد أن يشرك باقي القوى السياسية الموجودة في الداخل المصري ولمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وضمن أن ينفذ كل هذه المخرجات حتى يكون هذا الحوار حوار حقيقي، حوار جاد، حوار يليق بالدولة المصرية ويليق بالمواطن المصري. وده اللي حصل، استجابته السريعه دائما لكل مخرجات. ونتمنى ان حاله الحوار الوطني تستمر، وان السيد الرئيس يرعى هذه الحاله ويرعى قراراتها المستقبليه، ويدعمنا دايما بكل شيء في ايجابيه لهذا الوطن ومستقبل مصر. أكيد، بشكرك شكرا جزيلا. ده رئيس حزب الاتحاد الأستاذ رضا صقر، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.